And it goes a little something like, وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله. هسيب لكم لينك كوي والانستا في صندوق الوصف، انزلوا ادعمونا على زر التشكرات تحت الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. وبيبدا الجزء الثاني والاخير لما الرئيس وصل للبطله بعد ما الفتاتين ضايقوها جدا وقالوا لهم ان لن اتركك وسوف اعاقبكم. بقى ده بتظهر تشو هي على سريرها في منزل الرئيس وهو قاعد جنبها وبيحاول ان هو يهديها، فبتمسك ايده وبتقول له شكرا ليك على ما تفعله من اجلي. فبيقول لها الرئيس اني قلت لك قبل كده اني مش هسمح لحد يضايقك، كنت المساعده بتاعتي وعلى العموم انا ساتخلص منهم. فبتقول له البطل حسن يا رئيس، فيبص لها ويقول ان عليك الان ان تستحمي وتغيري ملابسك وتعودي الى العمل فورا، ويسيبها ويمشي. وتغضب جدا من عدم اهتمامه وتقول لنفسها اني اعرف انك شخص ليس جيد يا رئيس، واني الى الان لم اعرف كيف اجعلك تهتم بي، وكل ما تريده هو العمل فقط، ولكن لن اتركك هكذا حسنا. وبعدها بيظهر الرئيس وهو في غرفته نايم، والبطلة بتدخل عليه وبتكون سكرانة ومش في وعيها وتنام جنب الرئيس ويغضب جدا ويقول اني مش عارف انك ازاي بتشربي كتير كده، ويقوم من جنبها لكنها بتمسك ايده وتقول رئيس لماذا تهرب مني هكذا، وانك لو لم تعلم اني كم حزينة جدا بسبب هذا لا تذهب ارجوك. فبيلف البطل ويقرب منها ويقبلها ويبص لها ويقول لها انك انت امرأة من الان، وتذكري جيدا ان لا يمكن لاحد ان يؤذيك وانا بجانبك وانا الان ساهتم بيك. فبتحاول تبعد البطلة عنه لكنه بيمنحها ويقرب منها وتقول له ولكنك لم تفعل هذا بي كل هذا. فبيرد عليها ويقول لها انت امرأة الان، ومن الان فصاعدا لن يكون هناك امرأة غيرك بالقرب مني، ويقرب منها اكتر. وبعدها بتصحى البطلة من النوم وتلاقي الرئيس جنبها وتقوم وتبعده عنها، لكنه بيمسكها ويبص لها ويقبلها ويقول لها في المرة القادمة لا تخرجي للشرب من دون إذني مرة أخرى، ولا تفعلي بنفسك هذا مرة أخرى. فتبص له البطلة وتقول له حسنا. وبعدها بيظهر الرئيس وهو قاعد، وبتجي له الفتاة وتقول له من الواضح إنك بمزاج سيء يا رئيس، وتقعد جنبه وتقول له إني بدعوك لتناول الشاي عندي بالمكتب، وإن من يستطيع تحسين مزاجك وإني أعدك بعرض هذا رائع جدا لا تتردد في فعله. فبيمسك الرئيس ويشدها ليه، لكن تشو بتدخل عليهم وتقول أسفة يا رئيس ولكنك دعوتني إلى المكتب وإني سأخرج الآن. وبتمشي وتقول لها الفتاة انتظر اللحظة، وتقرب من الرئيس وتقبله وتبص للبطلة وتغضب جدا وتسيبهم وتمشي. وقبل ما نكمل ادخلوا اشتركوا في قناتنا وورد اوف اكشن وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك مسلسلات جديدة ومختلفة عن هنا، اتمنى تنوروني هناك كلكم. هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. ويلا نكمل احداث الدراما. وبعدها بيبعدها الرئيس ويقول لها ان من الواضح انك ما فهمتش كويس، واني انا بستخدمك للحصول على الغيره من تشو فقط، وانت مجرد لعبه وتاخدي تمن هذا وتغدري. فبتغضب الفتاه وتقول له ان هذا كثير جدا، وتبعد ايده وتمشي. والرئيس بيقول في سر تشو ساحصر عليك الان. وبعدها بتظهر البطله وهي غضبانه جدا وبتكلم نفسها وتقول رئيس ليها العلاقه بيه ويحبها، ولكن هذا مستحيل. ويوصل عندها الرئيس ويسمعها ويبص لها ويقول ما مشكلتك الغيرة أليس كذلك؟ أنت تفكري كثيرا يا تشو. فبتقول له إن هو لا يعقل ما تفكر به، وإني لماذا أكون غيورة عليك؟ فبيقول لها حسنا، وإنك ما زلت لا تعرفي. ويبص لها ويقول تشو أنت غيورة. فبتقول له البطلة إني كنت بفكر كثيرا في موعد غرامي لدي، وإن ما هي أفضل الملابس التي أرتديها لهذا الموعد. فيبص لها الرئيس ويغضب جدا ويقول لها إن بدون إذن مني لا يمكنك أن تغادري هذا المنزل أبدا. فبتسيبه البطلة وتمشي ويبص عليها ويقول تشو هل سمعتي؟ وبعدها بيظهر فان وحبيبته مقربة منه وبتقول له اللي حصل، وتشو بترن عليه ويكلمها ويقول لها إني أريد التحدث معك يا تشو تعالي إلى هنا الآن. وبتروح للبطلة وتقول له إني محتاجة منك أن أعرف شيء ما يا فان، وإن زواجنا كان نهايته هروب منك وانتهى به الأمر هكذا، وإنت الآن تزعج حياتي بظهورك مرة أخرى. فبيقول لها فان اشربي الآن وسأخبرك. فبتاخد منه الكاس وبتشرب وتقول إن يمكنك القول الآن لكنها
بتحس ان هي بتقع وبتفقد الوعي، وبيقوم فاني يلحقها ويمسكها، ويتضح ان هو خدرها. فبتوصل رسالة للرئيس مكتوب فيها: احضر الى غرفة الفندق الان وانظر الى حبيبتك تشو. فبيغضب جدا الرئيس ويقول تشو، وبعدها بيظهر فان وهو نايم، وتشوف فاقد الوعي ونايمة جنبه. وبيوصل الرئيس ومعايو وبيشوفهم، وتضحك وتقول ان هذه هي الحبيبة التي تريد حمايتها من الجميع، وانها تقوم بخيانتك مع حبيبها السابق، وايضا انظر انها كانت تستعملك كي تعود له مرة اخرى، وان هي كانت توعده سرا. لكن بتصحى البطلة وتقوم وهي مصدومة، وتبص جنبها تلاقي الرئيس، وتقول له: رئيس لي، انه ليس كما تعتقد هذا. فبتقول له: هيو، انك بارع جدا في التمثيل، وعلى اي حال السيد لي ظهرت امامه الحقيقة الان ولا تقدري على اخفائها. فبيروح لها الرئيس ويشيلها ويمشي بيها. وبعدها بيظهر الرئيس وتشو جنبه، وبتقول له اني ما كنتش متوقعه ان هما يعملوا لي معايا كده. فبيقول لها ان الموضوع مش محتاج شرح يا تشو، وان عملك الان انتهى، ولا اريد ان اعرف شيء عنك بعد الان، اذهبي من مكان ما جئتي. ويسيبها ويمشي. وبتغضب جدا البطله وتقول في سرها ان هل الرئيس يبتعد عني حقا وانا لم افعل اي شيء. وبعدها بتروح البطله لغرفه الرئيس وتدخل له، وتلاقيه جوه بتتقرب منه. بتغضب جدا وبتقول لها ان عليك تشغيل ماء الحمام من اجلي. ويقول لها الرئيس: وبعدها ارحلي. وبتبص له البطله وبتمشي. بعدها بتروح البطله تجهز لهم الحمام، وبتدخل وراها هي وترش عليها الميه، وتقول لها انك هل تريدي ان احركي، انها حاره جدا، غيريها وضعيها مرة أخرى، لا أريدها كذا. فبيدخل عليهم الرئيس ويضرب يوب القلم على وشها، وتستغرب جدا وتبص له وتقول له: بتضربني ليه يا رئيس؟ فبيقول لها إني أنا من أقوم بتأديبها بنفسي وليس أنت. فبتغضب جدا البطلة وتسيبهم وتمشي، لكنه بيمسكها من إيدها ويوقفها ويقول لها: هل أنت بخير؟ فبتقول له: إني بخير، سأرحل يا رئيس. فبيقول الرئيس ليو إن بعد كده ما تلمسيش منها شعرة مرة أخرى ولا تقومي بالاعتداء عليها. فبتغضب جدا يو وتقول لتشو إني أكرهك جدا وإني لن أتركك تذهبين هكذا. وبعدها بتظهر البطلة وهي ماشية في الشارع لوحدها، وبتوقفها يو وتقول لها: انتظري، لدي مفاجأة ليكي. ويكون معاها شاب ماسك عصاية. فتقول لها تشو: ماذا تريدي؟ ولماذا تريدي أن تؤذيني؟ فبتقول لها يو: إني أريد أن أراك تعاني، وإن ألمك هو فرحتي، وإن غضبك وهو سعادتي. وتضحك. فتقول لها تشو: لذلك خدعتيني أنت وفان وفعلت بي هذا. فبتقول لها إني أنا من وضع لك المخدر، وإني خلقت الوهم للرئيس بإنك أنت وفان على علاقة، وإني أنا من أرتب لك كل شيء، وأنا من البداية أغويت فان وأبعدته عنك يوم الزفاف لأني أكرهك بشدة، وهو الآن مغرم بي أنا، ولا أجعلك سعيدة مرة أخرى بعد الآن وأتخلص منك، ولكن هذا سأعذبك به قليلا. فبتبكي البطلة وتقول لها: لماذا فعلت كل هذا بي؟ فتقول لها يو إن بسبب ترك والدنا لي، وتفضيلك أنت في كل شيء عني، وحبه ليكي وكره لي أنا. فبتقول لها البطلة إن ليس لدي ذنب في كل هذا، وإنك شقيقتي وأنا أحبك ولا أريد إظهارك بهذا السوء أمام الجميع. فبتشاور تشول الشاب وتقول له اتخلص منها الآن. فبيقرب منها ويضربها، لكن بيوصل الرئيس ويحميها، وتيجي الضرب على راسه هو ويقع ويفقد الوعي، ويهرب الشاب ويو. بعدها بيظهر الرئيس وهو واقع على الأرض، والبطلة بتبكي وتقول له رئيس أرجوك لا تتركني وحيدة وترحل، استيقظ الآن. فيبص لها الرئيس ويقول لها تشو إني عرفت الحقيقة، وإني أسأت فهمك عني، وإنك بريئة جدا، وكنت أريد الزواج منك، وأنا أحبك يا تشو. ويموت الرئيس لي. وبهنا خلصنا أحداث الجزء الأخير. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وابعتوا لينك القناة لأصدقائكم وحبايبكم، وهاتوهم في التعليقات نرحب بيهم. وما تنسوش تدخلوا على قناتنا التانية وورد اوف اكشن، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، هتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات جديدة وجميلة ومختلفة عن هنا. واسيبكم يا حلوين مع تعليقاتكم الحلوة، زيكم بحبكم قوي، وشكرا لكم جدا على دعمكم المستمر ليا، واشوفكم في فيديو جديد. بس كده، باي باي.